ريكورد، وهي شير سكرين، وهي شاشتنا. تعال نخلص المحاضرة الأولى اللي هي هاي هذه أشيلها وأبي هذا البار تبع زوم. أنا هذا دائما بيجي بالمواقع الغلط. هاي هذا مينيمايزد، هاي هذه. طب إحنا المرة الماضية كنا نحكي عن مقارنة بين الويب فورم والإم في سي. بس للتذكير يا شباب، الإم في سي ما أجت عشان تستبدل الويب فورم، إنما مؤازر إلها. هذا له ميزاته وهذا له ميزاته، هذا له سيئاته وهذا له سيئاته. فخلينا نحكي عن المقارنة اللي وصلنا فيها آخر مرة وطلعنا منها. هلا هون كمقارنة، أنا هي عاملكم هون مشروعين، واحد ويب فورم اللي هو التقليد القديم، واحد إيش ويب بروجكت معي. فهلا هي هون مثلا نيجي نحكي عن النقطة الأولى، المفارقة الأولى، الديفرنسز بيناتها. مثلا بالويب فورم، والويب فورم يا شباب هاي خلينا أصغر الزوم عشان تشوفوا معي. في الويب فورم شو الفكرة فيها؟ بقول لك أنت عندك صفحات، عندك صفحة مثلا About، Contact، Default. كل صفحة منهم أبعت جهازي وقته، كل صفحة منهم إلها ملف ديزاين ASPX file، وإلها ملف كود اللي هو بنسميه الكنترولر تبعها. فعندي صفحة، صفحتين، ثلاثة، عشرة، عندي عشرة كنترولرز لكل صفحة. إيش كنترولر؟ يعني مقطع كود خاص فيها، زي ما كمان شوي راح أورجيكم. بينما مثلا في الام في سي كآلية ترتيب، عندي مثلا ثلاث صفحات، مثلا about وكونتاكت واندكس. ما احنا حكينا الام في سي بتشتغل على مبدا باترن. كيف باترن؟ يعني تجزئ المشروع تبعك. مثلا الشيء اسمه صفحات اللي بنسميها فيو، هاي فيوز، عندي فولدر شو اسمها فيوز، وفي عندي فولدر ثاني اسمها كنترولرز. بدل ما اقعد احط لكل صفحه مقطع كود او ملف كود خاص فيها مرتبط فيها، هون الكنترولر هذا مقطع كود سي شارب، اي هون تكتب فيه كل الكود لكل صفحاتها، بحيث انه كل صفحه فيه لها بنسميه اكشن او ميثود. فانت هون تم تنظيم الكودات بملفات مستقله، والصفحات ملفات مستقله، والداتابيس في عندنا فولدر لكلاساتها اللي اسمه مودلز كمان مستقل. فهاي كمقارنه. في الويب كل فايل له كوده، هون كود واحد لكل الكاتيجوري، لكل كاتيجوري واحد. بيقول لي كيف اجين كيف كل كاتيجوري؟ يعني مثلا في الام في سي بروجكت، يعني مثلا انا ممكن وانا اصمم فيها، هذا شريط الفيديو بروجكت. طب هون وانا اصمم فيها بقدر اجي احكي في عندي مثلا هوم، المقصود فيها شو؟ المقصود دائما في هوم اللي هي الصفحات العامه، اللي هي اول صفحه في الموقع، about us، contact us على سبيل المثال. هاي معلومات عامه كل اليوزرز بيشوفوها. مثلا نظامي يدعم صفحات عامه، مثلا النظام، مثلا نحكي كجامعه، في عندي كاتيجوري او محور اساسي اسمه طلاب، في عندي محور اسمه employees، في عندي محور اسمه مثلا الماليه، في عندي محور اسمه المكتبه، تمام. هلا بصير اعمل لكل محور كنترولر خاص فيه. يعني احنا في الام في سي مش بس عندي كنترولر واحد، ممكن يكون عندي اكثر من كنترولر، كل كنترولر بنوجهه لمحور معين، فبتصير المانجمنت اسهل فيها، زي ما راح اورجيكم كمان شوي لما نبلش نشتغل. فهاي المقارنه الاولى، انه هون كل فايل له كوده او له الكنترولر تبعه، هون كنترولر واحد لمجموعه من الفايلات، هذا احسن كتنظيم. اللي هو حكينا كمان هون اللي هي separation of concern، اللي هي يعني هون بمعنى آخر لما أجي أشتغل موقعي، خاصة لما يكون عندي أفرقة عمل، هون لما يجي هون هدول بنسميهم صفحات الديزاين، اللي هي إحنا بنسميها الفرونت إند، قلنا هدول بيشتغلوهم الديزاينرز، وبرسم الديزاينر صفحته وبصممها وبحط تاجات ال HTML، وما عنده عبء في الكود، ما له علاقة في الكود. الكود بيجي بيشتغل الديفلوبر. لاحظ انه هون الملفات منفصلة، بعد ما اخلص انا كديزاينر وهو يخلص كديفلوبر، بعمل ربط بيناتهم من خلال انه لاحظ في الكنترولر بقول له مثلا روح استدعي الصفحة اللي ايش اسمها اندكس، هيها الاندكس مثلا هون، لما اقول له مثلا بالكنترولر روح استدعي صفحة about، هاي في عندي اكشن هون بكتب الكود اللي بدي اياه، بعدين بروح بستدعي صفحة مين about اللي هون. بينما في الويب فورم يا شباب ما بيقدر يجي يشتغل الديزاينر لحاله، يعني الديزاينر بيشتغل هون، يعني عشان تشوفوا معي كيف عن ديزاين هي قاعد يرسم ويكتب هون كذا وكذا كذا. ملف الكود مرتبط مباشره مع مين؟ لاحظ انهم مش كل واحد بفولدر، هذا الملف الاساسي اللي هو الديزاين، هذا كونكتد معاه، هذا مدمج جوا منه،
هلاك مستقلات، هذا مدمج جوا منه. فهون بيجي يكتب الكود بيكون مرتبطين مع بعض، كل واحد بيشاور الثاني، بدي اعمل هيك، لا بدي اعمل هيك. وبالعاده بيكون انه مثلا الديفلوبر بكتب برسم شاشات مبدئيه مع كودها، بعدين بعطيها للديزاينر بقول له حسن على الشاشه هاي. هاي اللي هي مشكله الويب فورم. فالويب فورم فيش فيه سيبريشن اوف كونسيرن، يعني مش كل واحد بيشتغل لحاله، الاثنين بيكونوا قاعدين مع بعض. بينما هون في الام في سي كل واحد بيشتغل لحاله، وهذا من ناحيه بزنس وايز كشركات برمجه الافضل انه كل واحد يشتغل لحاله براحته، ما يربط شغله بالثاني. يعني ما اضلني اتاخر عبل والله ما برمجليش مو هذيك، لا والله ما سواليش هاي، لا والله ما حطليش الكبسه عشان ابرمجها، لا هون كل واحد بيشتغل براحته وبنجز ما في عليه اشكاليه. في اللي هي دائما العنصر المهم اللي هي تيستينج اند شو اسمه ديباجينج. العمليه التيستينج دائما احنا البرمجه بتبلش في الديزاين، انه انت بتحلل، بعدين بتبلش في الكرييشن اللي هي الديفلوبمنت انك تبرمج، اخر شيء ايش بتسوي؟ تيستينج، لو تفحص. ابسط مثال عليها نيجي على الويب فورم مثلا كبساطه. عندي صفحات مثلا دائما التيستينج ببين مثلا مشاكل وين، خاصه لما تكون معك داتابيس. قلنا مثلا عندنا صفحات مثلا لطلاب اد ستودنت مثلا وابديت ستودنت ديليت ستودنت ومثلا ريتريف ستودنت. عندي اربع صفحات كل واحده بتحكي عن الفانكشناليتي الاساسيه للداتابيس. تمام، طيب شغلنا البرنامج، برمجناه يعني كل شيء وشغلناه، ظهر عندي مشكله مثلا، عدلنا على الداتابيس صار اي خلل. طيب تعال تبع وين كود اللي بيعدل على الداتابيس وين موجود. بدك تصير تطلع مثلا هاي مجازا نحكي هاي صفحه اد ستودنت، بدك تدخل عليها على ملف الكود تبعها، تيجي هون تطلع وين الكود تبع الداتابيس عدله. طب والابديت مثلا هاي الابديت، بدك تيجي هون تفتح الملف هذا اللي هو السي اس وتعدله. يعني بدي افتح اربع خمس ملفات عشان اعدل غلط مثلا في الكونكشن في الداتابيس، في ضخ نحق الجديد. فبدي اشتغل مثلا عندي مثلا 50 شاشه للطالب، بدي اعدل كم شاشه؟ 50. هاي مشكله. طب بالام في سي لا حبيبي، بتيجي هون بتطلع هاي الام في سي مثلا، الكود كله دائما ككنترولرز موجود هون. اي شيء بتعلق مثلا في الداتا بيس راح تشوفه لقدام، زي ما راح اعطيكم وين راح يكون موجود في فولدر، ايش اسمها؟ مودلز. راح يكون عندي هون موديل خاص نص بس، يعني فايل واحد لا الربط مثلا مع داتا بيس اللي هي الامبلويز على سبيل المثال او الستودنت، وعدل فيها زي ما بدي. محمد اسال دكتور، بالنسبه للسي شارب او اللي هي هاي لغه المايكروسوفت، الانجن نفس البي اتش بي ولا مختلف؟ زي ايش هلا اللارافيل مثلا تستخدم الثيم انجن بليد، ما بعرف هو نفس الشيء بيستخدمه ولا واحد ثاني ولا والله يا محمد ما بعرف، ما بفتيش بشيء بعرف فيه. هلا هون سي شارب بيشتغل سي شارب، في معنا هون انجن اسمه ريزر للكود عشان تحط كود سي داخل صفحه ال HTML. لاحظ حتى هون الصفحات اسمها about مش HTML، CS HTML. هون في عندنا ريزر انجن بسموه، اذا انت هذا اللي بتحكي عنه. انا والله ما اشتغلت فيهم حتى افتي فيهم، فهمت علي كيف؟ فهون بتكتب كود سي شارب اللي هو تقريبا نسبيا لكم كود سي، كود جافا، ما هي الجافا وسي تقريبا 99% زي بعض. فهمت علي كيف؟ فهي فلاحظ هون يعني نيجي نحكي عن هاي انه التستنج هون صعب جدا في الويب فورم، بينما في الام في سي شو ماله؟ سهل جدا. خلينا نحط الشاشه هون، انا اريح راسي بدل كل شويه اطيحها. طيب هلا نيجي هون للعلم بالشيء، هاي كثير مثلا من الناس بيسالوا شو هو الفيو ستيت؟ بقول لك ما بعرف. هلا الفيو ستيت هي خاصيه ممتازه، لما اول ما بلشنا نشتغل في الاي اس بي، الفيو ستيت هو فاريبل بخزن بيانات على مستوى الكلاينت، بخزن بيانات الكنترولز على مستوى الكلاينت. واحد يقول لي كيف؟ احنا دائما المشروع تبعنا جزئين، في الداتا بيس والكود كله موجود عند السيرفر عند الفرونت اند بنسميه، وفي عندي كود، وفي عندي شاشه تنزل عند الكلاينت. هلا مجرد ما الكلاينت طلب الشاشه من السيرفر خلص، يعني صارت كونكشن، سحبها وتوصلت الكونكشن. طب بدي مثلا بكون راسم انا شاشه ومعبي فيها داتا، مثلا اسمي باسم، عمري كذا كذا كذا، هذه الداتا اللي عبيتها بدي احتضنها بشيء يخزنها. الاي اس بي كانت تخزن الداتا بتكنيكس اسمها فيو ستيت، بحيث انه تخزن الداتا وتشفرها. هذا اللي وصلت عندها للمحاضره الماضيه. يعني تعالوا شوفوا مثلا هاي الويب فورم، انا المره الماضيه اجيت ضفت فورم سميته ويب فورم 1، هيو اي اس بي اكس، وضفت ويب فورم 2 اظن، لا هي ويب فورم 2، اشوف هاي ويب فورم. هلا هون هذا لاحظ هون حطيت مثلا هاي كنترول
اللي هو التكست بوكس اول تكست بوكس ثاني وهي كالندر. هلا كل ما اضيف عناصر لاحظ هون ها بس اجي اعمل رن لهي. هلا انا عملت رن هلا لحظه ما عملت رن جهازي يمثل جهازين، لوكال هوست هو يمثل السيرفر. لوكال هوست هو مين؟ هو السيرفر، والانترنت اكسبلورر هو كلاينت. يعني هلا يمثل جهازي كم جهاز؟ جهازين. هلا الكلاينت لما استدعى هاي الصفحه من السيرفر خلاص استدعاها ورسمها الكلاينت عنده، هلا استقل عن السيرفر. طيب اجيت هنا مثلا وانا بكتب مثلا كاتب باسم، هنا كتبت الباسورد بلا بلا بلا، اختار التاريخ كذا كذا كذا. هلا كل ما اعبي داتا هون وكل ما يصير ريفرش للصفحه، اذا كان في بارشل ريفرش بدي اختلط في الداتا الموجوده عندي، او رحت على السيرفر تبعت له داتا. هلا شو كانت في شغله حلوه في الاي اس بي اللي هي كانت تخزن بيانات وتشفرها. هلا طبعا هلا بنحكي عن نقطه مهمه، لاحظ دائما هلا كل الادرسز كانت زمان بتبلش ب HTTP، هلا صارت كلياتها HTTP ايش؟ اس سكيور. يعني هذا مشفر، يعني اوريدي انت في عندك اليه بالبروتوكولات تبعت اللي هي HTTP هايبر تكست ترانسفورم ايش بروتوكول. هلا هذا نضاف له كمان تكنيك جديد اللي هي السكيورتي اللي هي التشفير. فهلا فيش داعي اضلنا اشفر. الاي اس بي كانت تحمي الداتا وتشفرها من خلال شيء اسمه فيو ستيت. واحد بيقول لي شو اللي فيو ستيت؟ هلا لما تيجي عند الكلاينت لاحظ لو اجيت على هاي الصفحه قلت له فيو بيج سورس، فيو بيج سورس دائما الاي اس بي بتيجي بتحط لك هون شيء اسمه الفيو ستيت. لاحظ هون فيو ستيت واعطت هون كي هذا للتشفير. لاحظ انا لسه مش يا دوب معبي لي كم داتا هون، وهي هون كمان وين راحت الفيو ستيت؟ هي هون الانكريبشن للداتا تبعتي. لاحظ قديش عملها. طب ما انا كل اللي عندي تكست بوكس كاتب فيه اسمي وكاتب فيه مثلا عمري. اه محمد اسال. محمد عندك سؤال؟ لا لا دكتور والله ايدي دكتور انا عندي سؤال. اه اسال دكتور. يعني الهدف من هذا الاشي انه ما ينسرق الكود ولا كيف؟ يس يس، هاي الهدف الاول. وثاني اشي انه في اخزن لوكال فاريبلز على مستوى الكلاينت. في الويب ديزاين في شيء اسمه سيشن فاريبل وفي شيء اسمه لوكال فاريبل على مستوى الكلاينت. السيشن فاريبل بتم حجزه بالميموري تبعت السيرفر. يعني كل ما يشبك عندي يوزر بحجز له مثلا متغير اسمه يوزر نيم يكون شغال طول ما برنامجي شماله شغال. طول ما هذا الكلاينت شابك علي هاي الداتا محجوزه بالسيرفر. طيب السيرفر مهما كان شبك عليه 1000 واحد، الرام تبعته مهما كانت ضخمه راح ايش تسوي؟ راح تضمر، يعني مش راح تقدر تستوعب. يعني مثلا احنا هلا سيرفر الجامعه شابك 3000 طالب بهاي اللحظه، لو كل واحد اخزن له اليوزر نيم والباسورد تبعته تستحمل الرام تبعت السيرفر؟ لا. فبالتالي انا عشان اخفف العبء على السيرفر بخزن الداتا مشفره على جهاز مين؟ الكلاينت. كل ما تلزمني انا كسيرفر بروح بجيبها من الكلاينت، او الكلاينت بصفحته اذا موجود كود يعالج هاي الداتا باخذها من عند الكلاينت، يعني مخزنه في الرام تبعت الكلاينت صارت. طب بدي اخزنها في رام الكلاينت وبديش حدا يشوفها، كيف بدي اخزنها عند الكلاينت وما حدا يشوفها؟ نعمل شيء اسمه فيو ستيت. نعمل شيء ايش اسمه؟ فيو ستيت. الفيو ستيت هي بتحمل الداتا وبتشفرها. فلاحظ انا حطيت كم من عنصر، قديش صار حجم الفيو ستيت هالقد. طب خليك ثاني معي ها، بدي اوقف هاي وبدي اوقف هاي بدي اوقف الرام. طلع معي هلا انا حاطط 1 2 3، هدول هم عناصر الانبوت، هدول التكست ما لهم قيمه ادخال. طب ثواني لو اجيت حطيت هون ها بدي احط مثلا خلينا ناخذ شيء مثلا هاي بحط راديو بتون ليست وبقدر اعبيها داتا مثلا وتشيك بوكس ليست، وبدي احط لي كمان كالندر هي حطيت يعني كمان كم من عنصر. هلا لاحظ ها بس ارجع اعمل الرن طلع بيش تصير بحجم الفيو ستيت تبعتي. طب عشان افهمكم كمان شغله بس خليكم ثاني معي ها، خلي الجهاز يشتغل وبعطي جهازي وقته. هلا هي صاير حطيت عناصر بزياده. طبعا الراديو بوتون ما طلعش لاني ما عبيتوش انه شو هو، مثلا اختار ميل في ميل بنورجيكم اياه. بس هلا طلع معي هون لما اجي على فيو بيج سورس، يعني انا بحكي على جهاز الكلاينت مش على السيرفر، شو صار في الفيو ستيت؟ انتبهتوا لها؟ زادت بقديش؟ زاد الحجم. كل ما اضيف عناصر شو بصير فيها؟ بكبر. هلا هاي كانت زمان ميزه. نعم بيطول التحميل هيك عند اليوزر. آه. والاهم من هيك، والاهم من هيك، هلا 90% من الناس مش اختصاصهم كمبيوتر زينا، انت دائما مدرك لانه انت عندك كمبيوتر. 99% من الناس اللي بيستخدموا مواقع الانترنت ليسوا مختصين كمبيوتر، ما عندهم لابتوبات بالغالب. غالبيتهم بيشتغلوا على مين يا شباب؟ على مين؟ تلفون. تلفون فيه داتا باكجز. طب والله انت تصير تفتح صفحه
بتلاقيه سحب من الباكج تبعت الداتا تبعتك مثلا 500 ميجا نص جيجا بس. وهو ايش بيعمل؟ لودينج للصفحه. شو بقول لك للمستخدم الموقع هذا؟ بقول لك شو هذا يا زلمه، عمره بحياته ما بفتح عليه الموقع هذا. وثاني شيء سرعه تحميل. انا مثلا لما اجي انا ككلاينت استدعي صفحه من السيرفر الاقي من بعمل داونلود مثلا ل 100 ميجا ولا اعمل داونلود ل 1 كي مثلا، يفرق كبير الوقت في التشغيل. لما اشغل ملف احمل 100 ميجا زي لما احمل 1 كي ما في. هلا في الام في سي، الام في سي فيش شيء اسمه فيو ستيت. ليش؟ انه لحظه ما تشغل الام في سي بروجكت بقول لك بدك احط لك اياه ضمن الاتش تي تي بي ولا اتش تي تي بي اس. شو الفرق بين اتش تي تي بي واتش تي تي بي اس؟ اتش تي تي بي فيش تشفير، بعتمد على التشفير تبع السيرفر اللي هو يصير يعمل فيو ستيت. هلا بما انه هلا كل السيرفرات والمواقع صارت تستخدم البروتوكول الستاندرد العالم الجديد اللي هو السكيور، ايش داعي انا اشفر؟ يعني انا شفرتها وكبرت حجمها شو اسمه البروتوكول تبع الانترنت برضه كمان شفرها. يعني صار شفرتها كم مره؟ مرتين والله. القرود الحمر ما فكته هذا التشفير يعني، فيش داعي ارجع اشفر الداتا، هي اوريدي مشفره. ففيش داعي احط فيو ستيت في الام في سي. فبالتالي شو راح يكون حجم فايلي؟ اصغر. يعني لاحظوا مثلا هاي هذا الويب فورم له ايش؟ له فيو ستيت. طب واحد بيقول طب اسمع، طب تعال على الام في سي. هاي الام في سي بروجكت، هلا احنا واقفين على الام في سي بروجكت مثلا. تعال نيجي على صفحه هاي هوم، هاي داجي هون، او خلينا هاي اشغل هاي رن منهم. هاي شغلت موقع ثاني اللي هو على الام في سي، هاي بعطي جهازي وقت ولا هاي اشتغل موقع وفي كنترولز، هاي هون كبسات وكذا، وهي هون في عندي منيوز وكل شيء. يعني المفروض هذول فيهم انبوت، في لهم المفروض يكون في فيو ستيت. بقول له لا، في الام في سي لانها بيعتمد ال اتش تي تي بي اس سكيور، ايش داعي احط فيو ستيت لانه كل شيء مشفر. فلاحظ لما اعمل فيو سورس اعمل سيرش هون فيش شيء اسمه فيو ستيت. لاحظ هذا طلع بالنظر، فيش شيء. الفيو ستيت دائما بتكون في البدايات عند الهيد، ما في ايش عندي شيء اسمه فيو ستيت. فبالتالي حجم صفحتي شماله اصغر. فبالتالي اللي بيستخدموه كيوزرز كاند يوزرز لما يجي يطلب موقعي مش راح اسحب منه داتا كثير. وبما انه حجم ملف صغير وفيش عمليه تشفير وفك تشفير كل ما بدي اتعامل مع الصفحه، راح يكون الاكسكيوشن تايم تبعها شماله سريع جدا. هلا كثير من الناس بيجي بيشترط عليك كمواقع كبنوك كمؤسسات كجامعه عنا انه لما افتح الموقع بدي ساعه استنى لودينج، بدي الموقع شيء شو يسوي هيك تشيك ولا هو طالع عندي. اذا بتشتغل على الويب فورم راح يكون في عندك لارج فيو ستيت، هذا حجم كبير انه اصير احمل داتا واخزنها عند الكلاينت. بينما اذا بتشتغل ام في سي ما في عندك فيو ستيت لانه اوريدي كل الداتا مشفره من خلال مين؟ ال HTTPS. دكتور بس سؤال، وين التشفير هون؟ يعني مش شايف انه مشفر. ايوه هذا الام في سي فيش فيه تشفير. بينما طلع هون على وين رحنا احنا الثاني، هي الانترنت اكسبلور الثاني، هي الاي اس بي. الاي اس بي شايف وين التشفير؟ ايوه اي اس بي حاط لك اياها. كل كنترول بتضيفه بيحجز له فاريبل عند الكلاينت وبخزن الداتا وبشفرها. هلا هاي داتا وتشفير. لاحظ هون عندك شيء اسمه فاليديشن لمين؟ هي للفيو ستيت. هي لاحظ هون فيو ستيت وحاطط عندك في البدايه هون محطوط عندي معمول لهذا الفورم فيو ستيت، وهي تشفيرها. كل ما اضيف عنصر شو بيسوي؟ بيعطي كمان داتا. فشو بصير بحجم الصفحه؟ بيكبر وبصير الداونلود، يعني بده اليوزر بده حجم كبير للداونلود. وصفحتي نفسها كل ما بدي اعبي داتا واسترجع داتا بدي اشفرها. طب انا عم بشفر فيها اوريدي لما يبعثها للسيرفر ال HTTPS اللي هو تراسل البيانات، البروتوكول تراسل البيانات برضه كمان مره بشفرها. فشو صار عبء؟ عبء التشفير وفك التشفير صار عندي مرتين. فبالتالي الاكسكيوشن تايم لها كبير. نعم فاهم عليك دكتور، بس انا قصدي مش انت حكيت انه لما ما نشفر احنا ال HTTPS يشفر لحاله؟ اه بس احنا لما عملنا الاوبن سورس ما طلع مشفر. انا هذا كان سؤالي. الام في سي الام في سي، هلا الاي اس بي بلشت قبل الام في سي وما كانت التكنولوجيا هاي اليه التفكير. احنا قلنا الام في سي اسلوب ذكي للشغل. في عندي شغلات صارت موجوده. يعني ليش؟ يعني هلا واحد بيقول لي انا بدي احمل كتاب ورقي، بصير اللي هو زي الاي اس بي العادي الويب فور. في واحد بيقول لك لا يا عم بدي احمل سوفت كوبي منه، هذا له مثلا ميزه. في واحد بيرتاح ويقرا بالنظر، هذا بقول لك لا يا عمي انا هي حجم صغير ومحطوط بجيبتي بالفلاشه وبروح وباجي فيه زي ما بدي. لما بدي من شغله بعملها كوبي بيست. ففي تكنيكس كانت زمان موجوده، يعني قبل ما يطلع ال HTTPS ما كان في تشفير.
فكانت ميزه في الاي اس بي ويب فورم انه الداتا مشفره الفيو ستيت. طبعا الفيو ستيت هو موضوع ادفانس. الفيو ستيت انه مثلا انا بدي استرجع بيانات من عند الكلاينت ضمن نفس الصفحه بدون ما انادي السيرفر على سبيل المثال لما يكون عندي بارشل ابديت، او ما بدي اخزن على السيرفر بالمره بدي اخزن عند الكلاينت بحب ما انتقل من البروسيس وارجع ابعثها. لما كنت اخزنها عند الكلاينت ممنوع اخزنها هيك بدون تشفير، يصير الكل ياخذها. يعني واحد يكبس رايت كليك فيو سورس كود شاف اللي بده اياه. فاحنا الاي اس بي كانت كحمايه شو تسوي في اي داتا كنترول موجود عندك، اي اداه ادخال اي انبوت كنترول بتشفر بياناته. هي الحاله اوتوماتيك بتحجز لك فاريبلز خاصه فيه وكل واحد تشفر البيانات تبعته. هذا كان ميزه زمان لانه حمايه، بس صار كمان بنفس الوقت هلا لما بدي سرعه سكيورتي عاليه، بس سرعه شو صارت؟ سرعه وحجم كبروا، انه بدي سرعه بدي يعني وقت اكثر عبل ما احملها وحجم اكبر عشان اخزن الداتا وتكون مشفره. في الام في سي، هاي الام في سي الثانيه وين راح؟ طيب هون الام في سي، قال لك يا عمي اوريدي صار هلا البروتوكول لحاله يشفر، ففيش داعي اعرف شيء اسمه فيو ستيت من الاساس. فبالتالي شو صار في حجم الصفحه؟ صغر، وبالتالي سرعه تحميلها ايش؟ اسرع. وصلت الفكره؟ وصلت دكتور. تمام. طيب بورجيكم اذا زاد معنا وقت بورجيكم اياها يعني كواقع، بس هي للعلم بالشيء راح تشوفوها لقدام. الفيو ستيت هي لوكال فاريبلز ضمن صفحات الكلاينت. طيب البيج لايف سايكل، هلا واحد بيقول لي شو اللايف سايكل؟ يعني من اول ما اشغل الصفحه لحد ما اخلص منها، اخلص لودها، هذا اسمه البيج لايف سايكل. بالاي اس بي في شيء اسمه لايف سايكل، في الام في سي فيش لايف سايكل. سمبل الموضوع، يعني تعالوا شوفوا معي مثلا هاي داجي على الويب فورم. هلا انا عم بشتغل كويب فورم، خلينا اوقف الرن تبعه. طيب هذا خلينا ازيح هذا، حطهم هاي ستوب لها، طلعوا بلا معي منيح. مثلا بدي اورجيكم البيج سايكل، وهي مهم يعني تبلش تدرك هاي الشغلات. احنا لسه هدفنا ندرك. هلا هاي داجي اضيف صفحه جديده عشان ما نخربطش. اي اد، بدي اقول له بدي نيو ايتم، وبدي هاي هون كويب فورم. لاحظ انه هون هاي الانواع اللي بقدر اشتغل عليها في الويب. مثلا بدي ويب فورم، هلا بدي ويب فورم عادي، فلاحظ اسمه هلا عندي هون ويب فورم 3 مش اتش تي ام ال، اكتف سيرفر بيجز. هذا صفحه اي اس بي وليست صفحه اتش تي ام ال. فبقول لواحد طيب شو معنى هذا الحكي؟ تعال افهمك شغله. هي عملتها، طلع والله معي منيح. الاي اس بي ويب فورم تقدر تشتغل انه تكتب تاجات بايدك بصير، او لاسرع لك ايش تسوي؟ عالديزاين، يعني طلع والله معي مثلا هون بدي اجي بدي احط جدول مثلا هيك تيبل، ها اي انسيرت تيبل مثلا بدي اقول له والله بدي اياه اربع اسطر مثلا بعمودين، اوكي هي حطيت جدول. طبعا هذا الجدول ما له اطار ما ببين، بس بحطه للتنسيق. قول له طيب مثلا هون بقول لك انتر يور نيم، اي انتر يور نيم. الحلو في الاي اس بي ويب فورم لها كميزات انه شاشه الديزاين تبعتها سلسه جدا، يعني ما مش بالضروره اكون اكسبرت في الديزاين عشان اقعد اشتغل عليها. مثلا هنا انتر مثلا يير اوف بيرث، يير اوف بيرث سنه الميلاد، راح بقول لي طيب. وهنا بدي اليوزر يدخل الاسم، فانا عامل جدول من عمودين عشان احط الكنترول هون. فهلا عشان يدخل اليوزر مثلا كتابه بحط له تكست بوكس، وعشان يدخل سنه الميلاد بحط له مثلا كمان تكست بوكس، مع انه بقدر احط له قائمه من سد اللي يختار، بس بحط تكست بوكس عندنا. كان اشرح المثال اللي هو اللايف سايكل. وهذا الجدول بيقدر ايش كمان تسوي فيه؟ مثلا بدي العمود هذا يقرب هون يبعد هون، يعني محطوطه هون. بدي احط كمان كبسه، هاي هون بدي احط كبسه مثلا، هاي بتون مثلا، هذا البتون بدي اعدل عليه. لاحظ انا ما كتب ما رجعت زي ايام الاتش تي ام ال عاد اكتب على كل واحد بضيفه لحاله بنزل هون. ولاحظتوا انه طلع كل كنترول ضفته رن ات ايش؟ سيرفر. رن ات ايش؟ سيرفر. يعني هذا مش اتش تي ام ال كنترول، هذا كنترول راح يكون موجود على السيرفر. لما يطلب الكلاينت ببعث له اياه على صيغه اتش تي ام ال. اي شيء بدي اعدله في هذا الكنترول لازم ينبعث على السيرفر عشان يعدل عليه، لانه هذا مش اتش تي ام ال كنترول، هذا سيرفر كنترول، هذا مش كلاينت كنترول، هذا سيرفر سايد كنترول. طيب الواحد ثواني، طيب هلا لاحظ الميزه الديزاين في الاي اس بي انه انت بس بتعمل دراج اند دروب، بدك تعدل عندك شاشات جاهزه للتعديل. مثلا خاصيه تكست مثلا اكتب فيها برنت ماي داتا، اطبع بياناتي اللي عبيتها على سبيل المثال. هون مثلا بقدر احط كبسه ثانيه، مثلا هون كمان بتون ثاني مكتوب جواته مثلا نحكي كلير، حط البيانات. طيب هون بدي اطبع البيانات، بديش البيانات تكون عند هاي الخليه، فباجي بحكي هون هذا صوت الرايت كليك. كيف تشتغل على الوورد؟ موديفاي، شو بقول له هون؟ سوري
ايش بقول له؟ ميرج. شو سوى بالخليتين الجنب بعض باخر سطر؟ دمجهم. هون بحط مثلا ايش اطبع عليه الناتج، بقول له مثلا حط لي ليبل، وين راح ليبل؟ هي فوق، هي ليبل هون، بحط ليبل، هي حطيت ليبل. والواحد طيب هلا طلع معي انا عملت صفحه بهذا الشكل، بدي اليوزر يدخل اسمه، يدخل سنه ميلاده، ويطبع الناتج وين؟ على الليبل. قول لي طيب، هلا دائما مبدا البرمجه في الشغلات الفيجوال انترفيس بنسميه ايفنت دريفن، يعني الكود بده ينطلق لما اليوزر يسوي حدث. فمثلا طلع شو بدي اطلب منكم انا؟ بقول لك بدي اول ما تعمل رن، يعني مثلا لو كبست اف 5 فاول ما اطلب بدي اطلب منك، بقول لك اول ما تشتغل الصفحه بدي مثلا هيك يجي السيرفر تبعي يبعث للكلاينت الاي اس بي كنترولز ك اتش تي ام ال تاجز. يعني واحد بيقول لي كيف؟ يعني انا ضفت تكست بوكس 1 تكست بوكس 2 باتون 1 باتون 2 ليبل 1. هلا لما اجي احكي هون فيو سورس هذلك كان نوعهم اي اس بي تكست بوكس، هلا لما احكي له فيو سورس هون لاحظ شو حول الكنترول هذا عند الكلاينت، شو صار اسمه؟ تكست بوكس 1 ونوعه من نوع انبوت، التاج تبعه انبوت، بينما على جهازي هون وانا ابرمج وانا اضيف هذا العنصر، هذا العنصر ما اسموش انبوت، شو اسمه يا شباب؟ تكست بوكس 1. هذا السيرفر بيخليك تتعامل معه زي ما بدك انت كمبرمج، لما يستدعي الكلاينت بيبعث له اياها ك HTML تاج. بالنهايه اي شيء بتبرمجه في الاي اس بي بالبي اتش بي بكوكو واو لغه جديده، لما يستدعي الكلاينت ما بيقدر يشوفه الا ك HTML تاجز. طيب والواحد اوكي، هلا اللي بدي اياه انا نرجع هون على البراوزر تبعنا، وين رحنا احنا؟ اي صح، هون اللي بدي اياه خلينا اسكر هاي. بدي مثلا اول ما تشتغل الصفحه، اول ما تشتغل الصفحه يكتب لي هون، يكون كاتب لي باي ديفولت باسم وسنه ميلادي هي نفس السنه الحاليه ناقص 20 سنه. يعني احنا السنه هلا 2020، 2020 ناقص 20 بيطلع 2000. فبدي هلا الجهاز انه اول ما تشتغل الصفحه يكتب لي هون باي ديفولت اسمي باسم وسنه الميلاد 2000. هلا اليوزر بيقدر يجي هون ويكتب ها بلا بلا بلا، وهون بيقدر يكتب زي ما بده حر. هلا بدي اوتوماتيكلي صفحه تعبي الداتا. طب واحد بيقول لي كيف بدي اسوي هاي؟ طلع خلينا نوقف هون. هلا هون في الاي اس بي ايفنت دريفن عاجبك بس دبل كليك على اي مكان فاضي بالصفحه، طلع عندي كلاس هذا الكنترولر تبع الويب فورم 3. يعني لاحظ انا بدي اكون الديزاينر وبدي اكون ايش الديفلوبر، لانه الديزاين مربوط مع الكود مباشره. ففي عندي هون ميثود في كلاسي ايش اسمها؟ بيج لود. شو يعني بيج لود؟ يعني لما الكلاينت يستدعي الصفحه. طب الذكي منكم، الذكي منكم، الكلاينت بيستدعي الصفحه بوضعيتين، شو هم؟ مين معي؟ الكلاينت لما يستدعي صفحه الانترنت في وضعيتين بيستدعيها، استدعاء لاول مره ايش بنسميها هاي؟ بيج لود، لود للصفحه، لود لاول مره استدعيتها. طب وانا قاعد بشتغل على الصفحه مش بقول له برنت ماي داتا؟ انا لما اكبس برنت ماي داتا الكبسه اللي عندي ما فيها كود، الكود كله وين موجود؟ عند السيرفر. فبنسميها بنحكي لها عمل بوست باك، يعني طلب من السيرفر انه اسحب الداتا اللي عبيتها قبل شوي وارجع اعرض لي اياها. فالبيج لود هو حدث ينطلق بحالتين، سواء تم استدعاء الصفحه لاول مره او عمل ريفرش زي ما انا راح اورجيكم. فانا طلع شو بدي اقول على البيج لود، سواء استدعيتها لاول مره او انعمل ريفرش على الواحد، انا راح اشوف شو المشكله اللي بتصير. لو نروح على التكست بوكس 1، هاي تكست بوكس 1 طبعا صديق الوفي لك اللي هي كنترول سبيس، هاي تكست بوكس 1 تكست بوكس، هاي خلينا نرجع هيك اعمل تكست بوكس مين 1، في عندي كلاس اسمه تكست بوكس، انا بدي منه الاوبجكت اسمه تكست بوكس 1. روح على الاتريبيوت تبعه او على البروبرتي تبعته اللي بنسميها هون في الجافا، في عفوا في السي، اكتب بالتكست تبعه بالنص الظاهر على وجهه، اكتب لي مثلا باسم مثلا العكش، هاي كتبت اسمي او اي اسم بدك اياه، انا هيك بدي احط هاي سيمي كول. طيب وروح على تكست بوكس 2، هاي باجي هون تكست بوكس 2، انت لاحظ انه انا ما بكتب، بكبس كنترول سبيس بكتب الانيشلز البدايات من الكلمه، بختار باسهم الكيبورد مش بالماوس وبكبس انتر. دوت تكست، روح على النص تبعه اكتب لي جواته تاريخ الجهاز ناقص 20 سنه. طب كيف تجيب تاريخ الجهاز؟ بقول له في كلاس جاهز اسمه ديت تايم، لاحظوا انا بكتب ما بكمل، هاي طلع لي اول اقتراح ايش اسمه؟ ديت تايم اللي هو الوقت، تاريخ والوقت للجهاز الحالي. دوت ناو الان، الديت دائما بيجيب لك سنه وشهر ويوم وساعه ودقائق وثواني وملي سكند وصباحا ومساء واسم اليوم بالاسبوع احد ثلاثة اثنين اربعة عدة شغلات. بقول له بدي منهم كلهم ترجع لي فقط مين؟ لير. بطلعت السنه اللي هو هلا هيك، لو وقف لحد هون
تطلع اللي هي 2020. طبعا واحد بيقول ليش انطبع احمر؟ اي شيء بده يطبع على الشاشه يجب ان يكون سترينج، فلازم احول هذا لسترينج، لانه هلا الير انتجر 2020 انتجر. انا قبل الانتجر بدي اقول له هاي الير اطرح منها كم؟ السنه الحاليه بدي اطرح منها 20، فالسنه هلا 2020 على جهازي، فلما اطرح من 2020 20 شو بصير؟ 2000. طب اي شيء بده يطبع على الشاشه ممنوع، هذا راح يطلع عندي رقم 2000 انتجر. هلا هذا لازم عشان ينطبع بحطه بين قوسين، بحطه بين قوسين، في امر جاهز في الشي في السي شارب، وبعدر بالجافا كمان في امر جاهز ايش اسمه؟ سترينج، اللي هي ميثود من السيستم جاهزه. سترينج شو بتسوي؟ اي شيء كان رقمي صحيح كسري منطقي وات ايفر تو سترينج، شو بتحول؟ يعني باخذ القيمه سترينج منه، يعني زي كنا حطه بين ايش؟ بين دبل كوتيشن. كيف حطيت كلمه باسم؟ انا كاتب باسم هون هي. طب واحد بيقول طب شو معنى هذا الكلام؟ طلع والله معي بس اعمل اف 5. اف 5 يعني شغل مشروعي. اول ما اعمل اف 5 بنطلق باللايف سايكل، اول ايفنت بنطلق مبدئيا، خلينا نحكي في قبله بنطلق شغلات، بس نحكي مبدئيا انه هلا تم استدعاء الصفحه لاول مره. فلاحظ بس اكبس اف 5، زمان كان يطلع التكست بوكس الاول والثاني فاضيين، هلا بدون ما اكتب اي شيء باي ديفولت كتب السيستم ايش؟ باسم العكوش. وايش كتب؟ 2000. طيب بقدر اليوزر يغيرهم؟ نعم، ها بقدر اجي هون اكتب بلا 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 استنى اعدلها. فلا انا اول ايفنت في اللايف سايكل انه اول ما تشتغل الصفحه تبعتي اكتب لي اسمي هون، واكتب لي سنه الميلاد قديش؟ 2000. طيب هلا المطلوب الاول هيني سويته، المطلوب الثاني بقول لك بس اكبس على برنت ماي داتا، اسحب لي البيانات اللي هون اذا انتبهته صار حدث معين، او خلينا اعمله هلا بس اكبس على برنت ماي داتا. لاحظ بس اكبس على برنت ماي داتا طلعوا لي على ايكون الريفرش شو بصير؟ شايفين ايكون الريفرش شو بسوي؟ بدون، لانه دائما الكود يتنفذ مش موجود عند الكلاينت، وين موجود؟ على السيرفر. مع اللود وعلى الريفرش راح تستدعي بياناتك او تبعث بياناتك للسيرفر يعالجها ويرجع لك اياها. طيب بقول لي واحد طيب وبدي على برنت ماي داتا يسحب بياناتي ويطبعها على الليبل، بالله الفاتح المايك يسكره. طيب بقول لي واحد طيب هي وقفت الرن، طلع شو بدي اسوي؟ هاي ستوب لاين، بدي ارجع على شاشه الديزاين، هاي هون نرجع لوب فورم 3، بدي على كبسه برنت ماي داتا، هاي دبل كليك بدي اكتب فيها كود. هلا لاحظ صار في عندي تو ميثودز، واحده اسمها بيج لود وواحده ايش اسمها؟ بتن 1 كليك اللي هو تبع برنت ماي داتا. شو بدي اقول له؟ بقول له روح على الليبل 1، روح على مين؟ على الليبل 1 اطبع لي بالنص تبعه دوت ايش؟ دوت التكست تبعه يساوي مثلا بدي اقول له يور، بقول له حرفين اطبع يور نيم از والاسم اللي كتبه، فبحكي له هون بلس روح على مي على عفوا تكست بوكس 1. هاي مشكلتي بشتغل اكثر من لغه برمجه بالتكست بصير اخربط في الاوامر. فهون اروح على التكست، اروح على الليبل اطبع عليه الاسم المكتوب جوا، جوا مين؟ جوا التكست بوكس 2 وادمج له. بدي احكي له هون يور ايج، او خلينا ها انزلها لتحت سطر. بقول لي واحد بقدر انزلها؟ نعم بقدر انزلها، او ها عشان تشوفوا معي خلينا احطها هون. بالنسبه للكمبيوتر ما بتفرق، انزل اكتب التعليمه تبعتك على 20 سطر ما في مشكله. انت بعرف نهايه التعليمه لما يلاقي سيمي كولن، بدي اقول له هون فراغ يور ايج يور يور ايج از ويحسب لي عمرك قديش العمر اللي هو سنه الميلاد تبعتك، او عفوا هي تاريخ الجهاز اطرح منه سنه الميلاد. اطلع شو بدك تقول، اذا جيب سنه الجهاز اللي هو ديت تايم، اي ديت تايم ناو دوت ناو عفوا يعني الوقت الحالي دوت يير، جيب لي السنه منه اطرح منها، اطرح منه والواحد طيب. طبعا عشانها عمليه حسابيه الذكي بيقول لي مباشره قبل ما تبلش اكتب ايش حط عليها؟ اقواس، حط يعني بدايتها ونهايتها ايش؟ اقواس. هيدا حط قوس هون، هلا انا هون بكتب التعبير اللي بدي اياه عشان انتم تشوفوا، هيدا نزلها على سطر لتحت، يعني لاحظوا انا بكتب بتعليمتي جزأتها على ثلاث اسطر. هلا هون عشان اطلع العمر تبعه بقول لي العمر كتبناه بالتكست بوكس مين؟ 2 دوت تكست. طب كلمه تكست شو معناها يا شباب؟ سترينج. يعني هون لاحظ السي الكومبايلر تبع السي شارب اعترض، صار يقول لك هذا سترينج، هون هذا انتجر، بدك تطرح من انتجر قيمه سترينج، فما بيصير. اي شيء على الشاشه معروض على الشاشه هو تكست هو سترينج، فانا ما بقدر اطرح اللي هي يعني هون مثلا سنه، يعني هيك زي كني انا بحكي للجهاز هون عشان للي مش فاهم، يعني هون زي كني بحكي للجهاز جاب السنه الحاليه 2020 ناقص مثلا، انا حاطط سنه ميلادي مثلا سنه ال 2000، انا ما بحكي له ناقص 2000، انا حكيت له ناقص 2000 كايش؟
كسترينج، فما بقدر اطرح سترينج من انتجر. طب والحل اخذتوها في الجافا اللي هو في عندنا كلاس اسمه ايش انتجر، انتجر مثلا 16 او 32 او 64 بارس انتجر يس، فانا مثلا خليه 16 لانه الرقم مش كبير. دوت بارس انتجر شو يعني؟ بارس انتجر يعني اللي يعني بس احول اياه انتجر بغض النظر عني ايش. فهي هلا صار انتجر ناقص انتجر بيقدر يطرح، لاحظ بطل في اعتراض. طب والواحد حلو طبعا كودنا صحيح 100%، بس طلع والله شو بده يصير هلا؟ بتعمل اف 5 هلا بقول واحد طلع الكود صح 100% هلا طلع والله معي منيح، بس في خطا لوجيكال ايرور مني وفي لايف سايكل تبعت الاي اس بي هيك اللي بصير. لاحظ لما قال له هاي اسمي باسم العكش و2000 برنت ماي داتا، شو قال لي؟ يور نيم از، ايش حكى لي هون باسم العكش؟ يور ايج از قديش حسب؟ انا بقول له المولود سنه ال2000، السنه الحاليه 2020، 2020 ناقص ال2000 شو حسب؟ 20 حسب صح؟ حسب صح. قول يعني كودي صح؟ قول له اه كودك صح، بس انت في شغله غلط بتصير. طب اجينا هون، اجا واحد قالت انا اسمي منى، تمام هاي منى والله مواليد 1995، 95 قديش بده يكون عمرها يا شباب؟ 25 سنة على سبيل المثال. طيب بقول لي هلا بدي اطبع على برنت ماي داتا، لما اكبس على برنت ماي داتا لاحظ انه دائما بس اكبس على اي كبسه بيبعث ريكوست باك للسيرفر، بتكون عمل بوست باك للسيرفر. طيب بقول لي طلع بس اكبس على برنت ماي داتا، انتبه منيح شو اللي صار؟ رجع ايش كتب؟ باسم و2000 ورجع حسب لمين؟ لباسم، مع انه انا كنت حط له هنا. طب شو اللي صار؟ تعال افهمك شو اللي صار. خلينا نوقف الرن. هلا بدي احط ديباجينج، بتعرف شو يعني ديباجينج؟ يعني اعمل تريسينج، بدي اقول له تبع لي من عند كود البيج لود وتبع لي من عند كود البتون كليك، طلع اللايف سايكل تبعت ال شو اسمه؟ الاي اس بي. بقول له طب كيف بدي اعمل ديباج؟ لاحظوا دائما قائمه ديباج وانت تتبع في الكود في عندك دائما اذا بدك تقعد تمشي ستيب انتو وستيب اوفر. ستيب انتو يعني انت تمشي كل ما تستدعي ميثود بدك تقعد تمشي في الاسطر تبعتها خطوه خطوه ولا تنفذها وتقفز على التاليه. ستيب انتو بصير يدخل جوا الميثود، ستيب اوفر بستدعي الميثود بدون ما يدخل جواتها بالاسطر تبعتها وبكمل عليها. انا بورجيكم اياها كيف. فبقول لواحد طيب يلا هاي بدي اعمل اف 5 شغلت او يلا ماشي هلا ما عملت ستيبنج. هلا اول ما شغلت هلا هذا يعتبر اول استدعاء للصفحه بنسميه لود للصفحه. اللود للصفحه بيستدعي ميثود ايش اسمها؟ بيج لود. هي ضوء عندي هون قاعد بعطوني. فبقول لي هلا كاكسكيوشن كاكسكيوشن انا دخلت على البيج لود لانه هذا استدعاء لاول مره، فرحت على التكست بوكس الاول ايش كتبت جواته؟ كلمه مين؟ ما سمعوكش. طيب هي اف 10 عشان امشي على الخطوه الثانيه، رحت على التكست بوكس 2 وحسبت اللي هو الوقت اللي هي سنه الجهاز ناقص 20 حطيته بالتكست بوكس 2. هاي اف 10 خلصت هاي الميثود خلص انتهى. هلا برجع هاي لاحظ صار كاتب لي باسم 2020. هلا هاي هون طلع شو بدي اسوي؟ مثلا هون بدي اكتب مثلا موسى، تمام موسى علي على سبيل المثال سنه ميلاده مثلا 1950. هلا هون بدي اجي اكبس على برنت ماي داتا. هلا مجرد ما اكبس على برنت ماي داتا بده ينعمل ريفرش للصفحه. طيب شو اللي بصير لما ينعمل ريفرش باللايف سايكل تبعت الاي اس بي؟ وين رجع وقف الجهاز؟ عند مين؟ عند مين يا شباب؟ عند البيج لود دخل جوا منها. طب ليش؟ انه البيج لود هو ميثود يتم تنفيذها سواء استدعيت الصفحه للمره الاولى او عند اي ايش اي ريفرش لها اي بوست باك لها. فشو رجع سوى؟ شطب كلمه اللي هي موسى علي ورجع كتب محلها ايش بس منقص. فلاحظ هاي بس اف 10 رجع نفذ هاي، وبس اكبس اف 10 هون رجع نفذ هاي. فقبل ما اكمل لو ارجع على الديزاين او بس اكمل راح تشوف انه شوف كتبها بتكونش كتبها لانه ما عملهاش ريفرش، بعملها ريفرش بس الميثود. يعني هون رجع نفذ البيج لود مره ثانيه بعدين راح على البتون. هلا صار ينفذ في البتون. يعني لاحظ انا كبست على البتون اوريدي، مع البتون بده يرجع يستدعي البيج لود لانه تم اعاده تحميل الصفحه مره ثانيه لانه كل الكود موجود عند السيرفر مش عند الكلاينت. فالبيج لود ينطلق مع كل ريفرش او لود للصفحه. فرجع هون ارجع اطبع الاسم زي ما هو مكتوب على التكست بوكس 1، بطل مكتوب على التكست بوكس 1 موسى علي، صار رجع ايش مكتوب عليه؟ باسم، والسنه بطلت 1995 شو صارت؟ 2000 اللي هي ناقص ال 20 طلع 2000. فرجع هاي نفذ هاي هلا خلص بس وصل للاند هاي، رجع عمل ريندر باك للصفحه. شو رجعها هون؟ باسم العكش وقديش؟ 2000. طب واحد بيقول لي شو المشكله؟ بقول له هاي مش مشكله، هاي ميزه في الاي اس بي
في مواضيع معينه وسيئه مقارنه مع الام في سي. كل واحد كيف يعني طلع معي مثلا واحد بيقول طب كيف بحلها هاي، بقدر اجي احكي له هون لما تستدعي البيج لود راح يستدعى على اللود لاول مره او على الريفرش. فبقول له اذا كانت البيج تبعتي انا هذا الكود اللي هو يعبيها في البدايه، اذا كانت البيج تبعتي دوت از بوستد باك، شو يعني بوستد باك؟ هاي مش استدعاء لاول مره، هاي شو اسمه يعني طلعوا شو بحكي له، بحكي له فولس. بوست باك ايش معناها؟ انه عملت انت ريفرش للصفحه او كبست على اي كبسه تعمل ريفرش للصفحه بهذا الشكل. ايوه اذا البيج بوضعيه ريفرش، هلا هون بحكي له اذا مش ريفرش شو بدها تكون ضمنيا؟ لود لاول مره. يعني المقصود هنا اذا كانت لود لاول مره روح عبي باسم وكذا كذا كذا، مش لود تنفذش هذا الكود، فبالتالي ما برجع بعمل ريسيت للداتا. فلاحظوا طلع مثلا هذا رجع عمل رن، فلاحظ هلا يعتبر استدعاء لاول مره، يعتبر استدعاء ليش؟ لاول مره. فاجا هل هذه عمليه ريفرش؟ لا مش ريفرش، ففولس فولس بيجي بدخل هون. فهلا هون نفذ هاي باسم ها وهي ايش وهي السنه، طبعهم على المفروض يعني على الاوبجكت اللي عمل له ريندر، صار ايش مكتوب هون؟ باسم العكش و2000. طيب كل واحد اوكي وخلصت. طيب اجيت هون كتبت هلا هي اياد على سبيل المثال، هي اياد وهي هون مثلا سنه الميلاد 1980 مجازا، وقلت له هلا برنت ماي داتا. هلا رجع على البيج لود هون نفذ اف 10، ما لاحظت انه قفز عن هاي ما نفذها، تنفيذ وين اجى؟ مباشره هون كمل هون نفذ هاي اف 10 اف 10 انتهى. لاحظ هلا هون شو رجع حافظ؟ انه اياد و1980 طبع لاياد وعمره قديش؟ 40 سنه. فمعناته هون هلا الهدف مش الكودينج، هون الهدف هون تفهم شغله بالاي اس بي البيج سايكل تبعتها كومبلكس ومتداخله، يعني كل ما ينعمل ريفرش للصفحه بده ينطلق حدث اساسي ايش اسمه؟ بيج لود، سواء لود لاول مره او على اي ريفرش. وبرضه لقدام بده احط مثلا قوائم منسدله، كل ما اكبس على واحده يتغير شيء، تصير الايفنتس تتداخل مع بعض. هاي نسميها اللايف سايكل، من اول ما تبلش لحد ما تنتهي، شو الميثود اللي يتم تنفيذها. في الاي اس بي اللايف سايكل تختلف تماما عن الام في سي، بحيث كيف يعني؟ لاحظ هون بنحكي البيج فلو لايف سايكل بيكون مبرمج اوير صاحي، انه لما ابرمج بحسب حساب بده ينطلق البيج لود، بده ينطلق مثلا دروب داون ليست تشينج، بده ينطلق كذا كذا، بدي اكون متبع انا. بالام في سي فيش بيج سايكل، فيش لايف سايكل، بكل بساطه سمبل طلع معي مثلا. ليش طبعا سمبل؟ لانه التكنيك اللي بتستخدمها الام في سي، خلينا نوقف هي هذا الكود. بالام في سي الصفحات مستقله لحالها وكل الكود موجود مثلا للكاتيجوري هاي بكلاس واحد. طب قول لي واحد طيب يعني مثلا انا بدي اتبع لما استدعي الاندكس، طب واحد يقول لي وين كود الاندكس؟ هلا في عندي هون لاحظوا كلاس واحد الكنترولر اسمه هون كنترولر، هي اسمه ايش؟ اندكس. مثلا بدي اتبع هي حطيت الديبجنج عنده، لاحظ يعني بكل بساطه هي اجيت عملت اف 5 اشتغل برنامجي. فيش لايف سايكل تقول لي بيج لود وبتون كليك وكذا كذا، ما في. روح استدعي الكنترولر اللي اسمه هوم لما شغلتها، هي اجى هون طبعا الهوم، روح استدعي الكود تبع صفحتها هي اجى هون. بس اجي اعمل اف 10 مثلا امشي ستيب ستيب، خلص ريتيرن فيو ما في غيره بنطلق. انا لما اطلع على البراوزر، هاي البراوزر تبعي وين راح؟ هون هاي بعطي جهازي وقته بس للودينج، وهلا بطلع لي الهوم بيج تبعتي وانت يعني ما راح يطول، بعطيه لودينج بتنح شوي لانه خنق الجهاز شكله. دكتور لو تستخدم الكروم مش اسرع؟ دكتور الصوت بلش يقطع، الكروم بوفل الرام. هلا لا هلا هي يعني هلا بكمل اللود بس بديش اعرف استنى عليه. بس لاحظوا انه انا بهمني كتتبع ككود وين راحت، وهي صفحتي هاي اصغرها احنا هون واقفين على هاي الام في سي سوليوشن. فلاحظ هون في الكود لهاي انه ما في عندي بيج لود وبتون كليكد ومش عارف شو، انه بس استدعي اللي فيو. ففيش شيء اسمه لايف سايكل، او اللايف سايكل هون مش كومبلكس زي هذيك، فهي ميزه. هناك المبرمج بده يكون صاحي ومدرك انه انا لما بدي ابرمج كود للبتون تنطلق اوتوماتيكلي معاه البيج لود، لما بدي ابرمج كود للدروب داون ليست تنطلق معاه مثلا كذا وكذا وكذا. مثلا حاطط كود يتعامل مع قوائم، بس اكبس على هذا البتون بيعدل على القوائم، بدي اكون اوير انه ممكن يتداخلوا كودين مع بعض. هنا ما في هذا الحكي، اللايف سايكل تبعت الاي اس بي الويب فورم كومبلكس، بس هناك شو مالها؟ سمبل كمقارنه يعني. يعني شفتوا هون كيف عدت الكنترولر تبع صفحه الويب فورم 1 فيه كودات او فيه ميثودز
بدها تتداخل مع بعض، يعني داخل البتون كليك مع مين؟ مع البيج لود. اللايف سايكل هنا شو مالها؟ كومبلكس، بينما هناك سيمبل بكل بساطه، يعني ما في انه فيش داعي اعملها اوير. طيب خلينا اشرح هذول النقطتين مع بعض. الاي اس بي كلها كل عناصرها سيرفر سايد، يعني هي ليست اتش تي ام ال كنترول، هي اي اس بي كنترولز، لها صفات جاهزه من الاي اس بي تضبطها انت كمبرمج من خلال البروبرتيز تبعتها. يعني مثلا برجع للشاشه هاي تبعتي هلا كنا نشتغل عليها، بس هون فيش داعي اكون انا مختص اتش تي ام ال اقعد عشان اكتب هذا الحكي وارسم جدول واكتب هذا، بالعكس. وفيش داعي اكون فهمان سي اس اس ولا بقدر اجي هذا مثلا باجي بوسع شاشه البروبرتيز تبعتها، هذا اي اس بي كنترول. هذا ايش اسمه؟ اي اس بي كنترول. يعني لاحظ هذول كلياتهم اي اس بي كنترولز رن ات سيرفر. فلاحظ حتى شاشه الديزاين هذا ستاندرد اي اس بي كنترول، هي الاتش تي ام ال كنترول هيهم تحت، هذول اتش تي ام ال كنترولز، هي الاتش تي ام ال اللي بيقدر الكلاينت يتعامل معهم، هذول اتش تي ام ال كنترولز. بينما هذول باورفول كنترولز من اي اس بي، بدل ما تكون انت والله حافظ كل شيء في الاتش تي ام ال، لا يا عم جيت هون ورحنا شاشه الديزاين شريها هون، هذا رجع الديزاين تبعتها مثلا، هذا مثلا 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 بدي اكتب جواته اي شيء، بروح على خاصيه اسمها تكست بقول له مثلا مكتوب هاي على سبيل المثال. هلا مجرد ما اكتب هاي هون واثبت شو صار مكتوب هون؟ هاي. طب والله اسمع بدي الكتابه مثلا فيه تكبر مثلا سايز، بقدر اختار اكس اكس لارج كذا، او بقدر اكتب مثلا زي ما بشتغل على الوورد 23، اكتب سنتر شو صار حجمه 23. اه والله اسمع بدي اياه مائل، هاي مائل ايش يكون ترو. فيش داعي اكون اكسبرت في الاتش تي ام ال، بدي احط له سي اس اس كلاسز اذا انا عندي اكسترا يعني خبره ممتازه بقدر احطها. بدي اياه بولد مثلا، بدي مثلا لون الكتابه، لون الكتابه اللي هو فونت حرف الاف بي جي لتحت، هاي فونت فوري كلر، عفوا فوري كلر، مثلا لون الكتابه بدي اياه مثلا احمر، بحطه كيف بختارها. اشتغلتوا اتش تي ام ال، شفتوا كيف كنتوا تعانوا مثلا فيها؟ مثلا الباك جراوند لون الخلفيه للعنصر، الباك جراوند هي حرف البي باك كلر، بقدر اجي اقول له مثلا اصفر بدي اياه، فصار اصفر وايش؟ احمر. هدول مش بالضروره اكون اكسبرت، هم سهلات للي بده يشتغلوا مثلا ما عنده خبره كثير في الاتش تي ام ال وما بده يهلك فيها، بتكون ميزه له. طب بنفس الوقت بنفس الوقت، طب لو بدي اقعد احط مثلا اللي هي اللي بيشتغلوا في الديزاين مثلا، بدي اصير اعمل شادو للبوردر وكذا وكذا وكذا. هلا الاي اس بي بتعطيك الميزات العامه، بتوفر لك اياها كمنيو هون. طب اذا بدي شغلات اديشنال ما بقدر. طب بدي اشتغل سي اس اس مثلا براحتي، بدي احط كلاسات مثلا للتنسيق براحتي، ما في. بينما الام في سي اصلا لغوا فيها الاي اس بي كنترولز، يعني لاحظ هذا ويب فور بقدر احط اي اس بي كنترول. طب هاي الام في سي، الام في سي مثلا هون خلينا اجيب ديبجون، لاحظ هلا هون كتول بار فيش عندك كنترول، يعني بس واقف على اي صفحه ديزاين فيش عندي الا اتش تي ام ال كنترول، ما في اي اس بي كنترول. يعني بدي انبوت بدي اي شيء، ها مثلا بدي انبوت مثلا نوع سبمت، هاي باجي بحطه دراج اند دروب هون. بس هلا هون بتعامل معاه مش كاي اس بي كنترول، ك اتش تي ام ال تاج، فبالتالي كل البروبرتيز تبعت الاتش تي ام ال بقدر اشتغل عليها هون. وهذا سيرفر مش سيرفر كنترول، هذا عفوا هذا اسمه الكلاينت كنترول. طبعا لا، كبسه بتن سبمت هي الوحيده بتكون سيرفر كنترول، الباقي هذول كلهم ايش يعتبروا؟ يعتبروا ايش؟ كلاينت كنترولز. فهدول زي ما بتعالجهم هون زي ما بيطلع على الكلاينت. طب شو استفدت هلا كمقارنه؟ كمقارنه اللي بيشتغلوا ويب فورم، عمليه الاضافه والتعديل الصفات بدون ما اكون فهمان سي اس اس سهله. بس امتى بتصير مشكله عندك؟ لما اقول لك مثلا تزوق لي اعمل لي حركه، انه انا بكتب هيك يصير يطلع شادو صوره بتتحرك شوي شوي. بالاي اس بي ويب فورم هاي الشغله صعبه، تحكم بالسي اس اس والجافا سكريبت فايل صعبه في الويب فورم. بينما هون زي ما راح اورجيكم لقدام بتصير تضيف كنترول، لما بدك تعدل عليه في عندي في الام في سي شيء اسمه البوت ستراب. البوت ستراب هي فريم ورك فيها ديزاينات جاهزه، ما في داعي تقعد تغلب حالك، تقدر تكتب اتش تي ام ال تاج بايدك او تقدر تاخذ شغلات جاهزه وتحطها زي ما راح اورجيكم. فهون لاحظ هون في الاي اس بي ويب فورم الكنترول ار سيرفر سايدز اللي هي اي اس بي كنترولز، والها يعني بالتالي مينيمم ريكويرد من الاتش تي ام ال تاجز، وفيش عندك سي اس اس، وفيش عندك جافا سكريبت. هون لا، بتحطها فيري كلين، شو اسمه سيبريشن اوف كود، يعني بتحطها وانت بتقدر تنسقها باستخدام البوت ستراب. هون زي ما حكينا هدول العناصر انت لانك حطيتهم كاي اس بي، انت ليميتد في شو اسمه في السي اس اس والجافا سكريبت، مع انه هذه الشغلات مطلوبه جدا لما تقعد تنسق وتحرك موقعك. هون لا، هون فول كنترول، لانه كل عناصرك اتش تي ام ال كنترولز مش اي اس بي كنترولز، مش سيرفر سايد، هي كلاينت سايد. في كثير شغلات جاهزه للاتش تي ام ال تاج
نسق لها مباشره بوت شو اسمه كاسكيدنج ستايل شيت خاصه فيها وجافا سكريبت كودز تقدر تربطهم كل سلسله سلاسل معهم. بينما هون في ASP كنترول مش بالسهل تربط مع الجافا سكريبت لانه في شويه كومبليكيشنز كيف يتم عمل ريندر له هاشت الكلاينت. ملاحظه ثانيه الويب فورم لما يكون مشروعك السكيل تبعه يعني حجمه النطاق تبعه صغير روح مباشره للويب فورم لانه مش راح يكلف عليك كديزاين. اذا مشروعك ضخم لمؤسسات كبيره وبدك بيرفورمانس عالي مباشره روح فور لارج سكيل الابلكيشنز روح على ايش على الام في سي. ليش اروح على الام في سي؟ لانها بتجزئ مشروعي لايش لكاتيجوريز لفئات لايش يا شباب لفئات معايا شباب انتوا ولا لا؟ طب وصلت الفكرة إن جنرال ولا صعبة؟ لا والله وصلت. طيب بس فيها صعوبة شو؟ فيها صعوبة لأنه لسه أنت قاعد تطلع. هلأ من هون نبلش نشتغل مع بعض اللي هي على MVC. طب هلأ الكل نزل صحيح MVC ولا لسه في ناس ما نزلوش؟ نزلناه. طب هلأ أنا ما نزلته. طب إيش تستنى؟ دكتور كان الانترنت عندي فاصل عشان هيك. ايش هو الانترنت كان فاصل عندي عشان هيك. طيب انا مش يعني عشان تفهم شغله انا سرقت لكم سيريال كي وحطيت لكم اياه. هذا السيريال كي اذا انزقط بيعملوا له بلوك بدك انت تروح تدور ساعتها على السيريال كي اللي يرخص لك الاي اس بي. تمام فحاولوا تنزلوه باسرع فتره. طيب اليوم نبلش نتعلم كيف نعمل مشروع. هاي انا عشان اسهل عليكم هاي عشان تشوفوا معي عملت لكم ليكتشرت وحطيت فيها ثلاث مواضيع انه كيف انشئ مشروع ام في سي نتعرف على الفولدر ستراكشر على السريع ونبلش نشتغل عن جد ام في سي ريجستر راوت اللي هو كيف اول ما اشغل البرنامج شو بتسوي نبلش نفهم شو يعني الام في سي. هلا هذا راح ارفع لكم اياه بعد المحاضره على شو اسمه على الموقع. هلا عشان اللي ما يتغلب دكتور ما لسه احكي سنه. دكتور هلا انا الاسبوع الماضي لسه سجلت. طيب هلا احضر الفيديوهات اللي احنا رفع احنا لحد هلا كل اللي شرحناه انه بس مقدمه شو الفرق بين هاي شو هاي يعني ما بلشنا تطبيق عملي لسه. فالفيديوهات مرفوعين على الاي ليرنينج احضريهم وشو بصعب عليك تعالي اسالي. اها ان شاء الله. نعتبر هلا بهاي اللحظه بلشنا نطبق عملي. طيب بدي ابلش اشتغل مشروع ام في سي. هاي خليني بالله هاي شغلنا هاي شير سكرين طلع معي هاي شغلت شاشتي هاي بدي ارجع اطفي الفيديو استوديو فانا مشغل منه نسختين هاي كلوز اول ويندوز وهي هذا كمان هاي سكر هاي وهي دو يو ونت سيف دونت سيف بديش اخزن وهي بدي اسكر الثانيه هاي كمان بس دكتور هاي رابط الجروب موجود على الشات اللي لهسه ما دخل الجروب يتفضل جروب ايش جروب الماده جروب الماده هاي أمر موجود هاي محمد الله يرضى عليه ربها يحط لكم يا للي بده يشتغل على جروب المادة إحنا عملناش جروب مادة يا محمد قصدك رابط الزوم لا على الفيسبوك اللي بيكون فيه عملنا فيه آخر مرة النقاش هذا لكم هلا لا قدام الأسبوع إلا ما هو للطلاب الأسبوع الجاي إن شاء الله راح أعمل جروب فيسبوك إلي أنا وبضيفكم كلياتكم عليه على أساس هذا للتبليغات أو حد عنده سؤال بعد المحاضرة مثلاً يسألني يبعث لي على الفيسبوك فويس مسج بجاوب عليه تمام فخلوا لي بس للاسبوع الجاي. طب تعالوا شوفوا معي هلا انا هون بالليكتشر 2 حاطط لكم طلع كيف كصور يعني قعدت اخذ كت من شاشتي يعني كت وبيست مثلا كده شغل فيجوال ستوديو يلا بدي الكل بالله يشتغل معي هلا جهازك معك كده تشغل فيجوال ستوديو بعد ما تكون منزله هلا تقدر انت تحط طبعا التبته او مش موجود عندك الوصول سريع تكتب انا هي لاحظ صار عندي موجود في اي اس لاحظ في الاقتراحات شو طلع لي عشان توصل على سريع لانه انا ها فيجوال بس اكتب كلمه فيجوال لاحظ انا عندي اصدار 2019 2010 2015 في عندي اظن 13 بس مش عارف وين هلا هي شغلت الفيجوال ستوديو اللي هو 2019 اي دكتور انا عندي فيجوال ستوديو 2010 بس عادي بيشتغل عليه ام في سي عليه ام في سي 2 عليه ام في سي 2 احنا بنشتغل ام في سي طب نفس المبدا يعني ولا احدث ولا كيف بيختلفوا الشاشات لا نزل ال 2019 راح يختلفوا الشاشات وراح تختلف الفانكشناليتي في شغلات يعني فرق كبير هذيك سنه الام في سي 2 صدر سنه 2009 يعني احنا لا هذا في فرق جاب كبير بيناتهم يعني مش هلا الكالوجيك نفس اللوجيك بس يعني لما تيجي تطلع على الشاشات واليه الاضافه هون في فليكسيبيليتي اعلى بال 2019 بألف مره من هذا
فنزل 2019 دكتور رفعت على الليرنينج صح؟ ايش هو؟ كيف بدك تنزل التكست؟ حطيت لكم الملف وورد وفي فيديو كمان لما شرحنا في الدروس الاولانيه. لازم ننزل نسخه البروفيشنال. هلا بدك تنزل انتربرايز نزلها، بدك تنزل الكوميونتي، الكوميونتي فريها ما عشان هيك انا فور ستودنتس يعني بتقدر تنزلها. في فرق بيناتهم ولا لا؟ يعني في شغلات اللي هي النوجت باكيج اظن بالبروفيشنال بتكون اشمل اكثر. هلا انت كطالب برمجه المفروض تاخذ بروفيشنال او انتربرايز يعني. خلص. هلا حابب تنزل الكوميونتي، كوميونتي فري بتقدر تنزلها بدون سي ريفيو تشتغل، بس انا بفضل البروفيشنال. نعم بدي اعرف شو الفرق بيناتهم لانه في واحد قاعد يتفلسف علي عليهم، فانا عشان اعرف شو هم بكل بساطه اطلع عليها، اكتب يعني عند موقع او على جوجل اكتب شو الديفرنس بين مثلا مايكروسوفت كوميونتي اند بروفيشنال اند انتربرايز، ومن اسمها كل واحده فيها فانكشناليتيز اعلى من الثانيه. كوميونتي هي السمولست باكج تمام، البروفيشنال فيها شغلات اكثر، انتربرايز اديشنز فيها فانكشناليتي اكبر على مستوى الانتربرايزز اللي هي المؤسسات. فاحنا الفير انف يكون لك انت كطالب برمجه تشتغل بروفيشنال اللي هي على نسخه البروفيشنال. هلا كبدايه راح تلاحظ انه التنتين سيمو سيمو، بس لقدام لو بدك تشتغل مثلا مع داتا بيس بدك تنزل بندلز جاهزه لا البروفيشنال احسن تمام. فهي شغلت الفيجوال ستوديو. والله ركزوا منيح معي، الفيجوال ستوديو 2019 هو برنامج عشان تعمل فيه ويب فورم ويب ابلكيشنز. واحد بيقول لي طيب احنا بنشتغل ويب ابلكيشنز، من ويب ابلكيشنز بقدر اعمل نوعين، يا اما ويب فورم عادي يا اما شو اسمه ام في سي. احنا عفوا نقدر نعمل في الفيجوال ستوديو ويندوز ابلكيشن ويب ابلكيشن، وبقدر اعمل بالنسبه للويب ابلكيشن نوعين يا ويب يا ام في سي. هلا انا بحكي له كرييت نيو بروجكت، هذا كله مصور لكم اياه بالملف الشرح هذا ليكتشر 2، هذا خلينا نسكره الاول بالليكتشر 2. لاحظ هاي الخطوه الاولى كيف تشغلها، بعد ما تشغلها راح تطلع لك هاي الشاشه وين بدك تروح على كرييت نيو بروجكت، بعدها شو بدك تسوي، هاي اللي بنحكي عنهم هلا. تعال شوف معي، قلت له تنشئ مثلا موقع جديد، هاي بروجكت جديد. هلا لاحظ الام في سي فيها عده انواع للباكجز. طب الواحد كيف بده اوصل على السريع للويب فورم؟ اسهل شيء اختار كلمه مفتاحيه، اكتب كلمه ويب، هي هون اكتب دبليو اي بي. لما اكتب ويب لاحظ صاروا اللي بتقدر تعمل اي اس بي دوت نت كور ويب ابلكيشن، اللي هو هذا الكور اللي هي الاصدار بعد الام في سي 5. الكور مالتي بلاتفورم، واحد بيقول كيف يعني مالتي بلاتفورم؟ يعني الموقع اللي انت بتقدر تنشئه هذا بتقدر تعمل له ببلش على بي اتش سي شارب او لينوكس او ماك او اس او ويندوز او كلاود او سيرفيس اللي هي الاي بي اي او كويب عادي. وصلت معاكم؟ هلا هون الام في سي 5 هيها، هي الام في سي 5. واحد بيقول كيف عرفت الام في سي 5؟ لانه هيو هون شو حكي لي هون ام في سي، الام في سي اللي بلاتفورم تبعته كومباتبل مع السي شارب وبس مع مين؟ مع الويندوز والكلاود طبعا تحت بيئه ويندوز. هون طلع شو متاح اشتغل على لينكس على ماك وعلى ويندوز وعلى كلاود، يعني هون مالتي بلاتفورم او كروس بلاتفورم نسميها هون ايش؟ بس للويندوز. طيب هلا وانت تنشئ موقعك تقدر طلع هون تقدر تقول له شو بدك لغه البرمجه للفلتره، بدك سي شارب، بدك سي بلس بلس، بدك جافا سكريبت، بايثون، كذا كذا كذا، فيجوال بيسك. تقدر تحدد لغه البرمجه، احنا نسبين لنا شو بدنا نشتغل سي شارب. شو البيئات اللي بتحب تدعمها؟ مثلا بتدور مثلا بدي والله مثلا ويب يشتغل على اندرويد مثلا، بحط هون اختلفت الخيارات تبعتي. لاحظ انه صار يقول لي مثلا هذا اللي بيطلع لك هون، لا والله يا عمي انا بدي اياه للماك او اس، بصير اعطيك خيارات الماك او اس. لا والله عمي انا بدي اياه بس للويندوز، بصير اعطيك خيارات الويندوز. يعني شو انواع المشاريع المتاحه عندك. هلا انا مثلا بقول له بس خلي لي اياها اول بلاتفورمز وهذا. هلا لما تشيل السيرش لاحظ يعني ان جنرال لما تيجي تقول له انا بدي اعمل هذا عندك عده خيارات، في كونسول ابلكيشن، كور ويب ابلكيشن، بليزر، كلاس لايبرري. انا عشان اوصل للخيار السريع تبع بكتب ويب. ويب هون بس تكتب ويب، انتبه انه ما تختار الكور، احنا ما بندرسش لسه الكور، الكور هي نفس الام في سي بس ادفانس شوي. فلا احنا بنشتغل هذا النوع اللي هي اي اس بي ويب ابلكيشن، اهم شيء انتبه انه هون شو بتدعم، هون شو مكتوب لي ام في سي. كثير منكم بروح بنشئ كور ابلكيشن بقول لي بختلف عن اللي عندنا، طبعا بختلف لانه الاستراكشرز اختلفت. فانا بدي اشتغل دوت نت فريم ورك ويب ابلكيشن هون، مش كور، بدون كور بالنهايه. هاي اخترته كل واحد. طيب بعد ما اخترت نوع المشروع تبعي انه كويب ابلكيشن، لاحظ انا لاني يعني اشتغلت عليه، لاحظ شو اللي حكى لي انت اكثر شيء بتشتغل عليهم، الويب ابلكيشن والايش؟ والكور ويب.
اللي دائما بضلك تختارهم هون بصير يقترح لك اياه هون. هلا انا بكملها، اخترت هذا المشروع بحكي له ايش نيكست، بعطي الجهاز بقول له تعالوا نجيبه بالله معي منيح هون. شو بدك اسم مشروعك؟ مثلا انا بدي اجي اعطي مشروعي له اسم له معنى. معي يا شباب انتم بتطبقوا ولا لا؟ معي دكتور. يعني انا عبك بس بس كليك كليك وبحكي يعني ما بدهاش. والله شو مشروعي مثلا؟ هذا بدي اسميه مثلا فيرست ابلكيشن. اي فيرست طلع. لاحظوا كيف في ناس بقول لي اكتب سبيسز، يعني في واحد بقول لي اكتب ام في سي مثلا ابلكيشن او زي ما بدك، انا بحب اسميهم ابلكيشن فهيك اكتب بصير. بس هذا اسمه غباء. دائما اللي بيشتغل في البرمجه بروفيشنال في عندك تو ستاندردز للتسميه. سبيسز ممنوع تكتبها، 99% من سيرفرات العالم لا يتقبلوا بالفيزيكال باث بالمسار الحقيقي للسبيس. دائماً المبرمج الذكي عشان ما يدخل بورطة السبيس، لأنه في سيرفرات بيقرأ لحد أول سبيس وبيلغي الباقي. يعني هذا المشروع بيكون اسمه فيرست، أنا طبعاً كاتبه غلط، أي فيرست تيك بهذا الشكل. هلا إذا بدك تحط سبيسز بناتهم صعيب عنها بأندر سكور. الأندر سكور مقروءة لكل السيرفرات. في ناس بيقول لك لا يا عمي هذا اللي هو ستاندرد السي، ستاندرد الجافا. صار أقول لك وأنت تكتب مثلاً بالجافا اكتب أول كلمة سمول لتر فيرست، والكلمة التي تليها كلها كابيتال لتر، وهاي يعني بداية الكلمة الثانية والثالثة والرابعة ايش يصيروا كابيتالايز. في تو ستاندردز. احنا نشتغل سي او العرف حتى في الفيزيكال باث ما نستخدمش ستاندرد سي، ما نستخدمش ستاندرد جافا، نستخدم ستاندرد سي. يعني بستعيد عن السبيس بايش؟ باندرسكور. فسميت المشروع تبعي فيرست ام في سي ابلكيشن. وين اللوكيشن تبعه راح يتخزن؟ والله راح يتخزن على السي، على اليوزر، على دي ار باسم، على السورس، على ريزبوتري. هلا اذا تغيرها شو بتحكي له؟ من هون براوز وروح على المكان الفلاني خزن فيه. فانت اعرف وين بدك تخزن. يعني دائما شغلك مبدئيا يعني الديفولت من الاي اس بي نحطه على السي، على اليوزر، على اليوزر الحالي، على سورس، على ريزبوتري، بكون في المشاريع تبعونكم. طيب هلا واحد بيقول لي شو يعني سوليوشن؟ هلا لو اجيت تسال واحد شو يعني بروجكت وشو يعني سوليوشن، شو الفرق بين السوليوشن والبروجكت؟ مين بيعرف على السريع؟ معي يا شباب؟ شو الفرق بين لما اقول لك سوليوشن وبروجكت؟ سوليوشن حل دكتور. طيب وبروجكت؟ مشروع. لا هلا طلع حتى في الاي اس بي هون طلع شو حكى لي. السوليوشن اذا كونتينر فور وان اور مور بروجكت. هلا لما تشتغل على مستوى شركات كبيره، يعني مثلا زي جامعه الزيتونه، احنا عندنا سوليوشن، سوليوشن عندنا واحد زي الباكج دكتور. يعني باكجز يس. يعني انا مثلا في عندي مثلا 3-4-5 مواقع بيخدموا مؤسسه، هذول بحطهم بسميهم سوليوشن، فيه اكثر من البروجكت. فانت مثلا موقعك اليوم حابب تضيف معاه مواقع ثانيه، كل واحد منهم يعتبر بروجكت. هلا بدك تجمعهم ضمن كتله واحده تعمل السوليوشن نيم موحد لهم الثلاثه الاربعه. هلا في ناس بقول لك خلص خليها زي ما هي من باب العلم بالشيء. هلا دائما لما يكون عندك مشروعك كبير في اللي هي هاي، لاحظون بليس سوليوشن اند بروجكت ان ذا سيم دايركتوري. واحد بقول لي ليش هاي انه السوليوشن والمشروع حطهم بنفس الفولدر، على اساس لما تيجي تشغل، لما تيجي تشغل مشروعك انت بتعمل اوبن مش للفولدرات. مو الموقع تبعك فيه 30-40 فولدر و1000 صفحه، إذاك تشغلهم بتشغل فيه ملف اسمه SLM اللي هو اختصار كلمة solution، إنه جمع كل هاي الملفات وحمل إياها على ASP. تمام؟ فأنا بحب بفضل تحط هاي معها عشان أسهل إلك للفتح. وأنا بورجيكم إياها بعد ما ننشئ مشروع كيف تفتحه. أحطوها على، إذا ما حطيتها بتكون بالفولدرات من برا، هون بتكون بالفولدرات من جوا. طيب هون الفريمورك على إصدارات الفريمورك تبعت الـ ASP بتقدر تشتغل عليها. إذا بتشتغل على إصدارات القديمة زي ما كنت تشتغل على 2010 و2013 و2015، في الإصدارات الفريمورك تبعتها لها نمبر. هلا اللي حد هلا ترستد اللي هي 4.7.2. هلا هاي تبعت الكور على سبيل المثال، ولسه بيتا تعتبر هاي 4.8. هلا أنا مثلا خلي على الفريمورك تبعت نفس الهاي، قول له أوكي، حددت شو اسم مشروعي وين يتخزن، قلت له خليه هذا السوليوشن. طبعا راح يكون في وان بروجكت باي ديفولت، لسه ما وصلناش لدرجه انه نجمع تو ويب سايتس في وان سوليوشن. تمام، واخترت الفريم ورك كرييت، بعطي جهازي وقته، او عفوا قبل ما اعطي جهازي وقته. هون انتبهوا هاي مهمه. هلا شو الحلو في الفيجوال ستوديو؟ وانتبهوا قبل ما اكمل، شو طلع باي ديفولت؟ باي ديفولت هذا الموقع لما يتراسل بيانات على انو بروتوكول بكون يشتغل؟ مش HTTP. HTTP مين؟ S HTTP ايش؟
اس سكيور تمام. فبقول واحد اوكي يعني طلع. هلا بقول له بدك تنشئ موقع امتي تقدر يعني ما فيش شيء ولا شيء. بدك تنشئ ويب فورم زي ما كنا نشتغل اللي هي بالتكنيكس قبل ما نبلش نشتغل في الام في سي تعمل ويب فورم. بدك تشتغل ام في سي شو بتحكي له؟ بدي ام في سي. لاحظ وانت بتتنقل بين هدول يعني طلع لما قلت له ويب فورم بهيئ لك الاستراكشر تبع مشروعك لفولدرات ويب فورم. اذا اخترت ام في سي بهيئ لك اياهم لام في سي. بدك اي بي اي بدي اي بي اي. طب واحد بيقول لي طب اسمع اسمع اختاره امتى؟ اه اقول له بدي احط فيه ويب فورم وبدي احط فيه ام في سي وبدي احط فيه اي بي اي بصير عادي. احنا نسبين انه راح نبلش بس في ام في سي فباي ديفولت بكون شامل فولدرات مين؟ الفولدرات الديفولت للام في سي اللي هو بقول لي واحد شو هم الفولدرات الديفولت راح نحكي عنهم. اهم ثلاثه فيهم انه راح يكون في عندي فولدر للكنترولز فولدر للفيوز فولدر للميدل للمودلز. هذول الثلاثة راح ينحطوا. لاحظ هون الـ MVC أسلوب هذاكي بتقول لك احنا بنستخدم الـ HTTPS. إذا أنت بدك تصير غبي لا سمح الله وبتكاش تقعد تشفر خلص فيه لصاحبه بطل يشفر. على سبيل المثال في هاي سينجل بيج أبليكيشن كل موقعك تحطه في صفحة واحدة يكون يعني مقسم كبلوك ستيك بس منين ينزل بنفس الصفحة لموقع معين. الـ API اللي قلنا عنها أبليكيشن يوزر إنترفيس هاي اللي بتخدم إنه أخاطب أكثر من بلاتفورم بدون ما أغلب اليوزر بس بزودني بداتا وبرجع له داتا. حددت الصفات، الصفات الديفولت انك تحطه ام في سي وتحكي له ايش؟ كرييت. هاي انشات المشروع تبعك. وبعطي جهازي وقته طبعا دائما كرييت لاول مره بالذات بكون شوي هيك سلو، خاصة اللي هلا منزلها. سوري. بصبر ها بعطي جهازي وقته وبوصل هاي ها هاي هيك هاي اشتغل موقعي. فلاحظ هاي هون طلع ضل معي هون ها هاي دزيح هاي. هاي هون هاي كنت مساعة عشان قبل شوي كنت بشتغل على الفور. لاحظ شو قال لي اسم السوليوشن تبعي البروجكت عفوا تبعي اسمه فيرس ابلكيشن ضمن سوليوشن شو اسمه برضه فيرس. هلا هاي الموقع تبعي الاستراكشر تبع الفولدرات بناء على الام في سي معي لحد هون. هلا هذا مشروع جاهز. طيب بقول واحد حلو طيب روحوا بالله الكل اللي يجرب معي فايل وايش اعمل هون كلوز ايش كلوز سوليوشن. احب اقول ليش بقول سكر المشروع. هاي سكرنا المشروع سكروه بالله دكتور عيد بالله دقيقه عيد بس رحت على قائمه فايل كلوز سوليوشن انا لاني سكرته بقدرش ارجع على هاي سكرت المشروع او ها انا عملت كلوز طلع بالله معي كيف بدي ارجع افتح يعني هلا سكرنا لحد وين راح نكتفي احنا كمان شوي وبدنا نرجع المحاضره الجايه نفتح المشروع تبع المره الماضيه فبتقول له open a project or solution. طيب كيف تفتح مشروعي؟ ما هو مشروعي فيه ألف شغلة هو موجود على اليوزرز على السورس على الريبوزيتوري. إحنا شو سمينا first MVC application هاي كله underscores. هلا بعد ما اختار هيك ما عمل open إنت بفتح. طب لما اختار هاي الفولدر اختار هاي لا لما تختار ملف شو اسمه إيش نهايته؟ SLN اللي هو اختار solution name وأقول له open افتح لي اياه هيرجع فتح لي اياه. لما بدي اسكره قبل شوي قلت له عيد عليها بتروح على قائمه فايل بدي اسكر المشروع كيف بسكره بقول له كلوز ايش سوليوشن هاي سكرته بدي افتح المشروع بقول له اوبن من هون. طب مشروع ما هو 1000 ملف و1000 فولدر بقول له هاي الفولدر الاساسيه في ضمن منها تحت هون مش قلت له حطه مع نفس الفولدر حطه صح عشان ما عرفش يتغلب مباشره هون موجود هاي السوليوشن هذا اوبن له هاي اوبن سوري هاي خليني اكتب وحده هيك اوبن له شو بيسوي افتح هيك هاي فتح مشروع رح اكتفي لحد هون انا سوري اخرتهم يعني 11:45 تمام صعبة مش صعبة حلو. طيب هلا ابتداء من المحاضرة الجاي احنا بلشنا MVC هلا رح نبلش ايش MVC ورح اخليكم تشتغلوا دادي دادي تطبقوا معي زي هيك اصير امشي اللي عنده ملاحظة يسألني تمام راح اكتفي لحد هون بديش اخر حضور غياب هو اوريدي كلكم حاضرين لانه العدد 21 يعني احنا 20 واحد حاضر احنا كلنا اصلا 20 مسامحكم يعني في الحضور تمام فلا راح اكتفي لحد هون. في حدا عنده سؤال شيء ترى انا ممكن احكي للطلاب انهم يفتحوا ال MVC سبليت سكرين مع الزوم يصيروا يطبقوا مع بعض يشوفوا الفيديو تعمل تعرف تعمل شير لشاشتك صح دكتور اسف اعمل شير سكرين من عندك وورجيهم هاي شوفوا بالله زميلكم عبد الله كيف بيعمل اللي هي سبليت للشاشه عشان اشوف مثلا محاضره الزوم على جنب تكون منظمه وهاي
سبلت سكرين اللي هي تقسم الشاشتين مع بعض. طالع هيك دكتور ولا لا انت انت مشير بس الفيديو ثواني ثواني انا عامل ثواني كامل لازم لازم صح طب انت مشير بس الشاشه تبعت الزوم ايوه تقدر تكمل بيناتهم ما فهمت هسه شو الفكره طيب هلا انت انت قصدك يعني كيف يشوف الزوم وكيف هاي سبلت سكرين إيه دكتور طلع ولا لا برضه لا ما طلع الفيديو لانه حطيت كل السكرين ما هو انت اتوقع الزوم ما بيتشير اتوقع الزوم ما بنعمل له شير لا 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 بنعمل له شير هاي هلا برجي طيب واقف بالله الشيرينج من عندك هلا دائما انا انا الاب طب خلص طب اسمع هلا لانه ضيق الوقت صارت الا 10 عندي محاضره ورا منكم بدي ارفع لهم ملفات فراح اكفي لحد هون المحاضره الجايه بنورجيكم كيف بنعمل الشيرنج تمام في حد عنده سؤال على السريع قبل ما اطلع لا تمام دكتور الله يعطيك العافيه راح اكفي لحد هون بشوفكم ان شاء الله الاربعاء القادم اذا الله احيانا ان شاء الله السلام عليكم جميعا محمد اذا بتعرف حدا من تبعون الانكمبليت دله على الاجتماع تبعنا من طلابها مش ترجع لي طلاب الدكاتره الثانيين الله يعطيكم ألف عافية